رامي السباعي الشهير ببيج رامي شرف كل المصريين، فاز بالمركز الأول في بطولة مستر أولمبيا 2020، وقصة كفاح كبيرة جدا جدا لهذا البطل المصري المتوج في أفضل وأهم البطولات في كمال الأجسام والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية. فرحنا كلنا فجر اليوم بتتويجه بالمركز الأول، وبعد مشوار طويل جدا جدا بالنسبة له، حاول من خلاله أكثر من مرة أنه يحصد الميدالية الذهبية، بداية من 2013 اللي خد فيها المركز الثامن، وبعد كده يعني ماشي بشكل تدريجي مميز جدا. 2014 خد المركز السابع، 2015 خد المركز الخامس، 2016 المركز الرابع، و2017 المركز الثاني. مش عارف 2018 و19 شارك في البطوله ولا لا، هو ما كانش موجود او ملوش اي مركز في هذه البطوله، او ممكن تكون كان في امور اخرى تتعلق بالبطوله نفسها، لكن في 2020 وده الاهم بالنسبه لنا فاز بالمركز الاول. بنبارك له وبنبارك لانفسنا في الحقيقه، وحاجه تدعو للفخر، واحنا دايما دايما بنبقى يعني مهتمين قوي قوي باي واحد يرفع علم مصر واسم مصر في المحافل الاوروبيه والدوليه الكبيره اللي زي دي. بالمناسبه بيج رامي من كبار الاهلاويه، يعني راجل اهلاوي جدا وبيحب النادي الاهلي بشكل كبير، لكن الاهم بالنسبه لنا مش اهلي او زمالك، الاهم الراجل رفع اسم مصر في العالي يعني من خلال الفوز باهم بطوله لكمال الاجسام. نتمنى له كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه. بالتالي خلينا نبتدي الترند العالمي بيج رامي وكلامه على انستجرام وحسابه الرسمي، وقال ايه؟ قال ان هو بيشكر كل مشجعي كمال الاجسام على الدعم الذي تلقاه بعد فوزه ببطوله مستر اولمبيا 2020 والتي اقيمت في امريكا، وبنبارك له طبعا والف مليون مبروك يا رامي، وان شاء الله باذن الله دايما موفق. وحش ما شاء الله عليك يا ابني، ما شاء الله، الله اكبر يعني. طيب لسه كمان مكملين مع بيج رامي من خلال محمود حسن تريزيجيه نجمنا المحترف في استون فيلا، نتمنى له الشفاء العاجل خلال الفتره اللي جايه، واللي نشر صوره على حسابه على تويتر لبيج رامي وقال الف مبروك لفخر بلدنا. تريزيجيه في الحقيقه لاعب كبير ودايما داعم لابطال مصر وبيديهم دوافع كبيره جدا، بما انه واحد ايضا فخر بالنسبه لنا في الملاعب الاوروبيه والانجليزيه تحديدا. طيب خلينا ايضا نروح لجزئيه اخرى تتعلق بنجم نجوم مصر محمد صلاح، واحد ابرز اللاعبين على مستوى العالم، واللي امبارح احرز هدفين جمال قوي، بالتحديد الهدف الاخير هدف رقم 7 في مباراتهم امام كريستال بالاس. فبالتالي في تصريح مهم جدا للاعب كلافن فيلس نجم فريق ووسط ليدز يونايتد، واللي بيتكلم فيه عن محمد صلاح وبيقول لم أشاهد لاعب أفضل منه طوال مسيرتي الكروية. في الحقيقة صلاح يعني حاجة تفرح، وإن شاء الله نتمنى له التوفيق دايما مع ليفربول، بينافس على لقب هداف الدوري هذا الموسم بخلاف الألقاب الجماعية اللي تتعلق بالدوري الإنجليزي تشامبيونز ليج، عندهم فرص كبيرة جدا إن هم كمان يحققوا هذه الألقاب. نتمنى له كل التوفيق، رغم إن أنا حاسس إن صلاح مش مبسوط الفترة الأخيرة، ربما الموضوع يكون بيتعلق بشارة القيادة، إن هو كان بيتمنى في التشامبيونز ليج المباراة الأخيرة تحديدا إن هو يبتديها، لكن هم أدوها لترينت ألكسندر أرنولد رغم إن هو لاعب بعد محمد صلاح، لكن هو بيحترم على حسب تصريحاته اللي قالها امبارح، هو بيحترم قرارات الفنيه او قرارات الخاصه بالجهاز الفني. خلينا كمان نروح لحساب يلا كوره على تويتر، واللي بيقولوا فوز ليفربول على كريستال بالاس 7-0 هو اكبر فوز في تاريخ الريدز في حقبه البريمير ليج، تحديدا خارج ملعبهم ما حصلتش خالص، اعتقد حصلت قبل كده ان هم فازوا بس ده كان عام 1890 يعني ما كانش تحت مسمى البريمير ليج، وكان 10-1 على فريق مدينه معينه يعني ما كانش الاهتمام زي دلوقتي، لكن في كل الاحوال امر جيد. تحديدا كانت المباراه دي في 1896 خلصت 10-1 كانت ضد مدينه روزرهام، وفي 18 فبراير 1896 تحديدا يعني القرن قبل الماضي. صلاح بيشارك في هذا الانجاز بكل تاكيد بهدفين واسيست كان رائع لفيرمينو في الهدف الخامس. خلينا نروح لحساب ايضا يلا كوره وحسابهم على فيسبوك، وبيقولوا لندن الى المستوى الرابع للوباء،
هل تتأثر مباريات بريمير ليج بفيروس كورونا؟ رئيس الوزراء في انجلترا اعلن ان خلاص يعني مدينه لندن تحديدا انتقلت من المستوى الثالث من حيث الاصابات في من كورونا فيروس كورونا الى المستوى الرابع. ده هيخليهم ياخدوا بعض الاجراءات الاحترازيه الاشد شويه، بما في ذلك غياب الجماهير اللي ابتدوا يعودوا للمدرجات في الملاعب الانجليزيه تحديدا خلال الفتره اللي فاتت بعد ما لندن تحديدا راحت للمستوى الرابع، فبالتالي اي مباراه هتتلعب في لندن هتكون من غير جمهور. طيب موقف المباريات اللي هتكون خارج لندن ايه؟ لا، هيحضر فيها الجماهير بشكل طبيعي، ده طبقا للاجراءات الاخيره، وبشكل طبيعي جدا هتتلعب كل المباريات في لندن يعني، بس هو الفارق ان هتبقى من غير جماهير. طيب خلينا نروح لماركا وحسابهم على تويتر واللي بيتكلموا فيه على اتلتيكو مدريد وفوزهم بالامس على اليتشي بثلاثيه وتصدر الدوري الاسباني. اتلتيكو مدريد ماشيين بشكل كويس جدا، هو اللي عطلهم شويه مباراه ريال مدريد اللي خسروا فيها اللي شهد تالق بنزيما، اعتقد خسروا 2-0، ده اللي ممكن عطلهم وادى فرصه لعوده ريال مدريد في المنافسه على بطوله الدوري. هنشوف اللي هيحصل خلال الفتره الجايه، برشلونه بعيد شويه، لكن اتلتيكو مدريد هتنافس بشكل قوي جدا جدا على بطوله الدوري هذا الموسم. ودي يعني بعض اللقطات لتصريحات دييغو سيميوني المدير الفني لاتلتيكو مدريد، ومدرب ارجنتيني مميز جدا في الحقيقه، لكن الالقاب ممكن بتغيب عنه شويه، احرز الدوري قبل كده مع اتلتيكو مدريد، لكن تشامبيونز ليج ما بيوفقش فيه حتى لما بيوصل للمباريات النهائيه، لكن يبقى الدوري الاسباني من الدوريات الهامه جدا على مستوى العالم. ده فيما يتعلق بالترند العالمي.